يعني خليني من القصص برضو معلش هرجع للنقطه دي. القصص اللي حضرتك شفتها ازاي، لان ناس كتير بتسمعنا واكيد كلنا حابين نعرف ان دي قصه نجاح في حد ذاتها، ازاي بتقدروا تحولوا هذا الشخص حضرتك بتحكي عنه دلوقتي لشخص بقى رافض الوضع اللي هو فيه اصلا؟ طيب هو العلاج بتاع الادمان يمكن ليه مراحل العلاج. نوضح برضو للساده المشاهدين ايه هي المراحل اللي بتتم المدمن من اول ما يفكر يرفع سماعه التليفون ويتصل على الخط الساخن لعلاج الادمان، الرقم بتاعه ستار. بدايه بيبقى قرار منه يعني نقدر طبعًا نقول كده. أوكي. هي نقطه البدايه العزيمه او الاراده للمدمن نفسه، ولكن ما بتكفيش لان لوحدها مش كافيه للعلاج، لازم بعد كده يتوجه للمتخصصين ويبتدي يمشي على البرنامج النفسي او مراحل العلاج الثلاثه اللي بتتم في المستشفى. طيب هو بيتصل بالخط الساخن لعلاج الادمان، ممكن نقول رقمه هو ده إفادة للناس، هو رقم 16023، ده متاح 24 ساعة طول أيام الأسبوع، من خلاله بيتم التوجيه لأحد المراكز التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان عشان تبتدي تروح أقرب مركز ليك لما تتصل بالرقم ده، وهناك بتبتدي رحلة علاجك بالمجان بالكامل. ولازم أروح مركز، ما ينفعش التبطيل ده يكون فردي من غير اللجوء لمستشفى ولا لازم؟ لا احنا بنتكلم برضو عشان نوضح الصورة للناس. هو فعلا في ناس كتير بتحاول تعمل الموضوع لوحدها، انا هتعالج لوحدي في البيت وهبطل وابتدي اخد طرق اي حاجة وخلاص زي ما الناس بتقولي، ولكن يا جماعة احنا بنتكلم في مرض، والمرض لازم اروح لمتخصص عشان هو اللي هيعالجني صح، لان للأسف الادمان والامراض النفسية كلها ممكن يحصل فيها انتكاسه لو ما اتعالجت الصح. طبعا طب انا عندي بس حاجه كمان دكتور هشام لو تسمح لي، اللي هي البرايفسي الخصوصيه بتبقى برضو متوفره عشان الناس تبقى عارفه، يعني مش هيبقى في مشكله، بالعكس الموضوع هيتم، محدش هيبقى يقدر ان هو يمسك عليه حاجه، انت عارف عندنا في المجتمع للاسف موجود ده، لان في وصمه كمان حوالين الموضوع للاسف. زي ما كنت بقول لحضرتك القاعدتين الاساسيتين اللي بالصندوق بيضمنهم لك في العلاج، المجانيه الكامله مش تدفع حاجه، والسريه التامه. احنا لو اتصلنا دلوقتي بالخط الساخن لعلاج الادمان محدش ابدا هيرد عليك يقول لك اديني لا الاسم او رقم القومه، اسئله تانية اللي بتتسال عن انت ساكن فين وبتتعاطى ايه فقط.